الموضوع بتاع النهارده ازاي ما يظهرش الجدري في الحمام من اساسه، ولو ظهر ازاي تمنعه او تقدر تسيطر عليه وتخليه ما يظهرش في الزغاليل اللي هتطلع عندك جديده. طبعا كلكم عارفين ان احنا كنا بنحط المسة الزرقاء او بنحط روح الخل او كلولوماك او اسيتون مزيل تلاقي الاظافر، لكن المرة دي بجرب علاج جديد بشتغل بيه بقالي يومين. طبعا شايفين حضراتكم الصور اللي هي الحالات الصعبة جدا، الجدري في رجلين الزغاليل وفي دماغ الزغاليل، كل ده كان ابيض، لكن دلوقتي زي ما انت شايف كده الجدري بدأ ينشف. ده دليل ان العلاج بيجيب نتيجة. دول الاربع زغاليل انا بجرب عليهم العلاج. مهم جدا انك تتخلص من الحشرات، لازم تستخدم مبيد امن للتخلص من الحشرات، مبيد يكون امن وفعال. طبعا ممكن تشتري بالسنتي تاني اسمه فوكسين او سيباسيل، هسيب لك صورتهم دلوقتي على الشاشه، العلب بتاعتهم، وترش بمقدار 2 سنتي على اللتر، يعني بتاخد 2 لتر هتحط عليها 4 سنتي من فوكسين او سيباسيل وترش على الحمام زي ما انا هرش دلوقتي. انا هغسل الحمام وهرش تماما على الحمام والزغاليل. ده امن جدا جدا يا جماعه، الناس اللي ما جربتوش، او انا عملته في فيديو قبل كده، الناس اللي لسه ما جربتوش تجربه، وزي ما بقول لحضرتك امن جدا جدا، هترش منه على الحمام وعلى السلكات وعلى جميع المكان اللي عند حضرتك. هيقضي على الفاش لو في فاش، لو في ذبابه الحمام هيقضي عليها، لو في سوس في الارض برضو رش ما تخافش منه، اغسل المكان منه. انا حطيت فوكسين او سيباسيل في البخاخه بتاعتنا، والحمام المحبوس في سلكات زي كده اهو يا جماعه، شوف مباشر على الحمام، ما تخافش ابدا، الحمام راقد على بيض اهو، هنرشه تماما. لو عندك اي حشرات الحشرات هتروح. الزغلول الصغير هرش عليه، لو في اي حشرات مش هتلاقي اي حشرات اهو، حمي الزغلول كمان ازاي اهو، كل السلكات وكل المكان، ورش الحيطان ورش كل مكان، حتى فيها يا جماعه اهو زغاليل صغيره، زغلول فائق صغير اهو، انا برش رشيت الاهالي ورشيت برضه حتى لو جت ميه على البيض والزغاليل اهو، شوف ازاي، ما تخافش من حاجه، انا نجرب قبل كده. لو انت الحمام السايب اللي عندك فيه برضه حشرات، شوف هتعمل كده، ترش مباشره على الحمام وهو واقف كده في المكان، رش ما تخافش، خلي الرش يجي على جسم الحمام بالمبيد الحشري ده اللي قلت لك عليه فوكسيم او سيباسيل، ومش هتلاقي بعد كده اي حشرات في الحمام. وده يمكن انا مجربه يا جماعه، دي رابع مره ان انا ارش منه، امن امن جدا ما تقلقش، وعلى الزغاليل وعلى البيض كمان امن. يعني مش معنى كده انك تتعمد ترش البيض يعني، لكن بقول لك لو جه عليه برضه البيض بيفقس. شوف هنا الزغلول ده بعد ما رشيته، تعال ما نقرب كده نشوف اهو، الدبان مات فيه اهو، حشرات اهو، اتنين ميتين ميتين يا جماعه، ميتين ميتين، شوف حضرتك ازاي، مش متخدره بس لا ميته، ده ذباب الحمام، ولو في فاش طبعا الفاش اضعف من ده، ديت اخطر حاجه، ومن ضمن الاسباب هي والناموس من ضمن الاسباب اللي هي بتنقل الجدري للزغاليل، اللي يقول لك الزغاليل مليانه جدري في الصيف بيكون سببها الحشرات. هو مش موضوعنا حشرات الحمام، لكن حشرات الحمام والنظافة من أهم أسباب الوقاية من مرض الجدري. زي ما حضرتك شايف ده قبل العلاج وده بعد العلاج، بعد يومين بس من العلاج، لكن احنا ادينا العلاج 5 أيام في البداية. الموضوع بتاع النهاردة ازاي ما يظهرش الجدري في الحمام من أساسه، ولو ظهر ازاي تمنعه أو تقدر تسيطر عليه وتخليه ما يظهرش في الزغاليل اللي هتطلع عندك جديدة. طبعا كلنا عارفين ان هو بيظهر في الزغاليل لأن الزغاليل بتكون مناعتها أضعف، فبيظهر في الزغاليل اكتر من الحمام الكبير. طيب قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. طبعا كلنا عارفين ان الجدري مرض فيروسي والفيروسات ملهاش علاج، الفيروسات بيبقى ليها تحصينات، تحصين كده بالشوكه ان انت تجيبه من هيئه المصل واللقاح بالقاهره او من اي بيطري يعني انت وفر عندي. بفضل ان انا ارفع مناعه الحمام، واللي انا الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي الحاجات اللي انا بعملها مع حمامي. إذا ظهر عندي جدري والمفروض إن أنت تعمل كده، تبدأ تعمل كده من شهر 3 وشهر 4 كل سنة، وطول الصيف تمشي على الحكاية دي. مسيت بروح الخل، بس طبعا روح الخل ما يتحطش جنب العين، ممنوع روح الخل تحطه جنب العين، لو جنب العين ممكن تحط المسة الزرقاء. طيب أنا خدمتي إيه عشان ما أطولش على حضراتكم، وبرضه تشوف الزغاليل دلوقتي بقى شكلها عامل إزاي. النهاردة اليوم الرابع من استخدام الحاجات اللي مش طبعا مش بروح الخل، استخدام الادويه اللي انا هستخدمها دلوقتي من العلاج اللي انا عملته دلوقتي ده. طبعا اللي كان في عين الحمامه اختفى ما شاء الله، او قرب خلاص يختفي، الزغلوله فتحت عينها، بدات تفتح عينها، اللي كان في انف الزغلول. طب والله يا جماعه الزغاليل دي كمان من شده المرض
طبعا مناعتهم ضعفت وجالهم كانكر كمان، يعني كان مش حكاية جدري بس، لا جالهم كانكر. الحمام ده اتصاب بالكانكر مع اللي هي الزغاليل اللي هوريها لحضرتك في الصورة دي، مع الجدري، وكان شكله أصفر وشكله معبي. طيب يعني كانت إصابة فيروسية وإصابة بكتيرية كمان أو فطرية كمان. الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهاردة بتعالج كل الحاجات دي، أو بتقضي على المرض أو بتمنع انتشار المرض من المكان. هي حاجات بسيطة قوي، هتنظف المكان طبعا، تنظف المكان وترش المكان بفيركون إس. ده شكل الفيركون إس، بودرة كده عاملة زي مسحوق الغسيل. علقة صغيرة دي أحطها على لتر مية، البخاخة دي بتاخد 2 لتر مية، أحط فيها معلقتين شاي. هو هيبقى شكله كده بالشكل ده، الفيركون إس هو تحس إن هو بيفور بالشكل ده، لكن هيديك اللون الوردي اللي زي ده. حطينا في البخاخة كده يا جماعة، وهنرش المكان بالكامل وسلكات، ما تخافش أنا عايزك تحمي المكان وتحمي الزغاليل وتحمي كل حاجة. رش استحمام كده يا جماعه للمكان. طبعا الزغاليل انا عازلهم بعيد عن الحمام اهو، برش سلكتهم وبرش كل حاجه. الفيركون اس بيطري، جيبوه من عند البيطري. في حاجه كمان، الفيركون اس ممكن تحط منه على لتر الميه اللي الحمام يشربه، يعني بتحط ربع معلقه. احنا بنحط للرش معلقه كامله، معلقة شاي كاملة، بتحط ربع معلقة شاي على لتر المية الحمام يشرب منه، يمنع انتشار المرض وبرضه وقاية من أمراض تانية كتير. يا جماعة من كل الأمراض، لو عندك أي مرض في الحمام بتعالج من أي مرض، رش بفيركون إس. بعد ما تنظف رش بفيركون إس، دايما استخدمه في فصل الصيف، كل ما تنظف كل أسبوع رش بالفيركون إس، وممكن تحط ربع معلقة شاي على لتر المية يوم أو يومين في الأسبوع. لازم تعزل الزغاليل المصابة بالجدري. معانا إيه تاني النهاردة؟ كمان هتشتري روبا ديار فيروسي، رافع مناعة فيروسي. أنا بشتري الكمية اللي أنا محتاجها، السنتي ب2 جنيه أنا شاريه، في ناس بتبيعه ب2 جنيه ونص. روبا ديار، روبا ديار بستخدمه إزاي؟ أنا استخدمته لأن الحالات الشديدة اللي ظهرت عند الحمام، كان مفروض إن أنا من شهر 3 وقبل كده كمان أستخدم روبا ديار رافع مناعة للحمام، علشان يرفع مناعة الحمام ضد الأمراض الفيروسية، وخاصة الجدري اللي بينتشر في الصيف. روبا ديار طبعا هسيب لك الصورة دلوقتي، بنستخدم سنتي واحد على 4 لتر مية، ترفع مناعة الحمام، يقاوم كل الأمراض بالأخص الأمراض الفيروسية اللي هي منها الجدري والروشة. طيب بنستخدم روبا ديار، أنا استخدمته سنتي على 4 لتر مية لمدة 5 أيام، بعد كده هستخدمه مرتين في الأسبوع طوال فترة الصيف. يعني هسيب أسبوع وبعد كده إيه، كل أسبوع هستخدمه يومين في الأسبوع، روبا ديار سنتي على 4 لتر مية يومين في كل أسبوع لحد ما الصيف يعدي إن شاء الله، طالما ظهر عندي الجدري. وبرضه في كل مرة هنضف هستخدم فيركون إس في رش المكان ورش الحمام، هتلاحظ إن الجدري اختفى بعد فترة، هتذبح زغاليل تلاقيها نظيفة مفيش فيها حباية جدري. بكده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.